تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. طبعا البرنامج مثل ما أنتم عارفين هو برنامج نفتح فيه نافذة التواصل ما بين هيئة الصحة مع جمهور المتعاملين، نستقبل فيه آراءكم اقتراحاتكم وأيضا مختلف الملاحظات اللي تجدونها حول مرافق هيئة الصحة، الخدمات اللي قدمها هيئة الصحة، وأيضا الملاحظات حول القطاع الصحي في إمارة دبي. أنا أتمنى عيسى يجيب لي ماي عقب شوية. يا أخي شو أسوي بك إذا ما أقول على الهواء ما بتيب. عموما أطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف العلي، وأيضا في التنسيق معنا الأخ فيصل بن فارس، وفي الإخراج دائما المبدع عيسى سبيل. مبدع وشي نمدحها عشان نسيب لنا الماي. عموما مستمعينا نبتدي معاكم حلقتنا بالفقرة الإخبارية ومجموعة من الدراسات اللي تم الإعلان عنها مؤخرا. تقول دراسة حديثة اكتشاف دارة دماغية مسؤولة عن دورات النوم والاستيقاظ. أفاد باحثون بأنهم نجحوا في تحديد دارة دماغية عند الفئران تلعب دورا رئيسيا في دورات النوم والاستيقاظ بحسب الباحثين، فإن هذه الدارة تشكل جزءا رئيسيا من منظومة المكافأة في الدماغ، وقد وجد الباحثون بأن الفئران كانت تخلد للنوم عندما يتناقص نشاط هذه الدارة في الدماغ، في حين أن الفئران كانت تستيقظ مجددا من النوم عند تحفيز هذه الدارة. يقول الباحثون بأن هذا الاكتشاف قد يؤدي إلى ابتكار علاجات جديدة لمشاكل واضطرابات النوم. ويقول المعد الرئيسي للدراسة لويس دو ليكا أستاذ الطب النفسي والسلوكي بجامعة ستانفورد الأمريكية، أعتقد أن هذا الاكتشاف سوف يكون له تطبيقات سريرية عديدة، إذ تشكل علاجات الأرق حاليا تجارة رابحة لشركات الأدوية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات الأمريكية، وهي أدوية تؤثر بشكل عام على الدماغ وليست نوعية. يضيف دوليكا لقد منحتنا هذه الدراسة الأمل بتطوير علاج جديد قادر على استهداف دارة محددة في الدماغ وبالتالي إحداث تحسين جوهري في علاج الأرق. وتشير الإحصائيات أعزائي المستمعين إلى أن حوالي 25-30% من الأمريكيين يعانون من اضطرابات في النوم، وأنها أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يعانون من انفصام الشخصية واضطراب ثنائي القطب. ومن الجدير ذكره بأن التجارب على الحيوانات لا تعطي بالضرورة أو لا تعطي بالضرورة نفس النتائج عند إجرائها على البشر. وقد جرى نشر الدراسة في 5 سبتمبر الحالي في إحدى المجلات العلمية. مروح عيسى يا أخي، أهم شيء في ماي ولا ما في ماي؟ جزاك الله خير، درب السلامة، بتكمل معانا إن شاء الله ميثة بن بيات. طيب دراسة ثانية هاي بعد كان بتسمعها عيسى زين. يقول لك دراسة تشكك بمدى سلامة وشم الجلد. لا سولف ياكم، ترى عيسى ما عنده وشم. زين
يقول قالت دورية لانسيت الطبية أن اللوائح الخاصة بصحة وسلامة إجراءات وشمل الجلد تميل إلى التركيز على المخاطر على المدى القصير مثل العدوى، لكنها لا تمتد إلى الأخطار طويلة الأمد المرتبطة بأن يعيش الإنسان بكميات من الحبر أسفل البشرة. وقال أندرياس لوتس كبير المشرفين على هذه الدراسة، لدى كل شخص تقريبا في أيامنا هذه وشم على الجلد، فيما لا يتحدث أحد عن الآثار الجانبية لهذه المترسبات من الحبر أسفل البشرة. طبعا هذا يتكلم عنده في بلادنا، نحن الحمد لله هني يعني مفروض أن ما حد عنده وشم مفروض. عموما أضاف لا توجد براهين على أن مكونات هذا الحبر آمنة بعد حقنها في الجسم. وقال التقرير أن من 1-5% ممن تجرى لهم عملية وشم الجلد يعانون من عدوى بكتيرية، وقد تظهر على البعض آثار حساسية للحبر. وأوضح لوتش أن مثل هذه الآثار قصيرة الأجل، لكن من الصعوبة بمكان قياس أثار الحبر على المدى الطويل، لأن أحبار الوشم تصنف في معظم البلدان على أنها من أدوات التجميل. وأضاف أنه نظرا لأن هذه الأحبار تصنف على أنها من أدوات التجميل، فلا يمكن اختبار مدى سميتها على الأمد الطويل. وأشار إلى أنه يتعين التعامل مع هذه الفئة من الأحبار كمنتج مختلف تمام الاختلاف. وأوضح أن طبقات الجلد تمنع مساحيق التجميل من التغلغل في الجسم، لكن الوشم يحقن في الأنسجة الحية التي تحتوي على أوعية دموية وأعصاب وخلايا للجهاز المناعي. يعني يا جماعة الخير، ما بتكلم عن موضوع ان الوشم حلال حرام ما أدري شو، لكن الجماعة هني حتى في الغرب قاعدين يحذرون من هذا الموضوع صحيا وطبيا، لأن يقولون لأن الحين الواحد ما يتكلم على المدى الطويل لآثار هذا الوشم. التدخين السلبي يرفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية. تواصل الأبحاث الطبية الحديثة تحذيراتها من مخاطر وأضرار التدخين السلبي. وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة سازرن كاليفورنيا الأمريكية، أن التدخين السلبي يرفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، أحد الأمراض الخطيرة التي ترفع فرص الوفاة. شملت الدراسة 22 ألف شخص يزيد عمرهم عن 45 عام، وقاموا بضبط العوامل الأخرى التي تسبب السكتة الدماغية مثل أمراض القلب، وتأكدوا من أنها لا تؤثر على رفع فرص الإصابة بالمرض. وكشفت النتائج أن التدخين السلبي يرفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة الثلث 30% تقريبا. وعزى الباحثون ذلك إلى دور دخان السجائر في انسداد الأوعية الدموية التي تصل إلى المخ، وهو ما يؤدي إلى تكون جلطة تسبب السكتة الدماغية. يعني أنت ما تضر نفسك، تضر الناس اللي حواليك. عموما فاصل مستمعين، بعد الفاصل ما نتكلم عن العضوية الدولية للكلية الملكية البريطانية للطب العام، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. طبعا الصوت منتهي يا جماعة الخير، سامحوني من الحفوز البارحة في المباراة، لكن قدر الله ما شاء فعل، وإن شاء الله يعني هذه الخسارة تكون بداية الانتصارات لمنتخبنا، والحلم بعد ما خلص، هذه مجرد انطلاق إن شاء الله.
عموما نرجع لبرنامجنا. هذا بس انا بغيت استسمح من الصوت واستسمح لان الجماعه مو براضين يجيبوا لي ماي لين الحين. زين فنرجع حق صحه وسعاده. يقول يعني قبل الفصل وعدكم أتكلم عن العضوية الدولية للكلية الملكية لبريطانيا الطب العام. شهدت هيئة الصحة بدبي يوم الأحد الماضي تخريج دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على هذه العضوية، العضوية الدولية للكلية الملكية البريطانية للطب العام، والتي يشرف عليها مجلس دبي لامتحانات عضوية الكلية الملكية التابع للهيئة. طبعا نحن نتكلم عن هذا الموضوع ومعانا في الاستوديو الدكتورة وديعة محمد، استشاري طب الأسرة ومدير برنامج دبي التخصصي لطب الأسرة والمنسق العام لمجلس الكلية البريطانية الكلية الملكية البريطانية. حياك الله معنا دكتورة. حياكم، شكرا لك دكتورة. يعني أعطينا فكرة أول شيء، بسطينا الموضوع هذا، موضوع العضوية الدولية للكلية الملكية البريطانية الطب العام. شو هو هذا الموضوع؟ كيف يمكن الحصول على هذه العضوية؟ ومنذ متى يعقد امتحان العضوية في هيئة الصحة؟ تمام، يمكن أنا بعرض شوية يعني سر تاريخي متى تبنت هيئة الصحة. هيئة الصحة بدبي تبنت استراتيجية الكلية الملكية البريطانية ومعاييرها التي تأسست في 1953، والتي تحث على تعزيز الامتياز والتفوق في الرعاية الصحية الأولية وإظهار جودة التعليم وتوصيله عالميا. هذه كانت رؤية الكلية عشان توصلها على مستوى العالم. ونحن اليوم مثل ما ذكرت نحتفي بالعام العاشر من النجاح، كون الجهة المستضيفة للامتحان في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وعن طريق التعاون المستمر بين مع الكليات المبنية على أسس قوية، فإن لا يزال لدينا إحنا طموح عالي في إعطاء المزيد من الأطباء الفرصة في التدريب والحصول على التميز في تعليم الرعاية الصحية الأولية ومواصلة تطويرهم المهني. وأحب أنوه عن الخطة التنفيذية أنه بموجب الخطة التنفيذية تم دراسة وتأسيس مجلس دبي لامتحانات عضوية الكلية الملكية البريطانية للطب العام، وهذا كان في 2006، ويعد من أكثر المراكز كفاءة في منطقة الشرق الأوسط. وتتميز الامتحانات بإشراف مباشر من الكلية الملكية البريطانية ودقة عالية من قبل مشرفين وممتحنين محليين ذو كفاءة عالية تم اعتمادهم من قبل الكلية الملكية البريطانية. لا 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 سامحيني دكتور، انت يعني هذا انا ما اقدر يعني على الخدمه هذه 5 ستار، يعني استاذه ميته من ابيات اتيب الماي للسوق يعني جزاك الله خير، تعبتها من الصبح ترى. شيء اللي ما يعرفونه المذيعين، انا ما ابغى اكبر ميته، بس دكتوره اول مره طلعت فيها على الاذاعه كانت ميته دخلتني للاستوديو، قالت دش دش، قلت وين ادخل؟ قالت دش للاستوديو وقدم أغنية محمد عبده. والله صوتك حلو. كانت أول مرة أدخل فيها. زين، وعلى سامحين نحط العين برا الموضوع، بس ما اكتشفنا هالمواهب في هيئة الصحة. هذا منو يقدم البرنامج الحين؟ أنا صوتي مو بحلو اليوم ترى مخلص الصوت، لكن زين يعني مو بأنه سيء. تفضلي دكتورة. تمام، نرجع لتاريخ مجلس امتحانات العضوية الدولية وكيفية تكوينه مثل ما ذكرت في هيئة الصحة. والله أنا بأخذ فيك الهيستوري والتاريخ وارجع فيها لأول مرة تم توقيع مذكرة التفاهم بين دائرة الصحة والخدمات الطبية والكلية الملكية البريطانية للطب العام في بريطانيا، وهذا كان في 2004. 2004 نعم. في 2005 صدر قرار بتأسيس مجلس امتحانات العضوية الدولية للكلية الملكية البريطانية للطب العام في دائرة الصحة والخدمات الطبية في ذاك الوقت. وفي 2006 أجريت دراسة تجريبية اللي احنا نسميه بايلوت ستادي، شارك فيها أطباء من متدربين في برنامج دبي التدريبي لطب الأسرة، وذكر أنا كنت واحدة منهم في هالفترة. وفي نفس السنة ولله الحمد بكل فخر تم اعتماد المجلس لأول مرة ولمدة 18 شهر، سنة ونص ما شاء الله. زارنا الوفد الكلية في 2007 للتجديد الاعتماد، وتم إعادة اعتماد الامتحان في 2007 لمدة 3 سنوات، وهذا صراحة الشيء الواحد يفتخر به، لأن من أول إعادة اعتماد حصلوا على ماكسيم بيريد اللاود، احنا نسميه الحد الأقصى للفترة الزمنية اللي ممكن الحصول على الاعتماد الدولي فيها. وتوالت الزيارات من الكلية الملكية البريطانية كثلاث سنوات، بحيث كانت الزيارة اللي عقبها كانت في 2010،
واللي وراها 2013، وهذا معناته أن كانت الاعتمادات نتائجها ناجحة لدرجة أن كانت تحصل على إعادة الاعتماد كثلاث سنوات في كل زيارة خلال 10 سنوات الماضية. 3 سنوات هي الماكسيمم، الحد الأقصى. نعم الماكسيمم. طيب دكتور، الآن العضوية هذه مختصرة فقط على أطباء هيئة الصحة والقطاع الحكومي والقطاع الحكومي والخاص؟ نعم، مثل ما ذكرت العدوية متاحة للقطاعين العام والخاص، وبالأحرى احنا نقدر نقول انها هي متاحة لكل طبيب يجتاز بنجاح معايير تقييم مؤهلاته للتقديم للامتحان من قبل اللجنة المكلفة. هالمعايير تضمن ممارستك كطبيب عام او طبيب أسرة، يعمل مستقل لمدة 3 سنوات على الأقل بمراكز وعيادات الرعاية الصحية الأولية وين ما كان، سواء كان في القطاع الحكومي ولا الخاص، وشرط أنه يكون ما زال على رأس عمله. وهذه الامتحانات فقط تقام في هيئة الصحة دكتورة؟ نعم، هي احنا لنا في هيئة الصحة الأسبقية، نعم احنا من أوائل الدول اللي تتبنت رؤية الكلية في وجود مقر امتحاني على مستوى عالم الكفاءة والاحترافية في هيئة الصحة بدبي على مستوى المنطقة. طبعا بعد ذلك ظهرت عدة مراكز، مثلا الحين في دولة الكويت عندهم مركز، وكذلك سلطنة عمان، لكن ما يميز مقرنا احنا في دبي هي سعة الطاقة الاستيعابية لقبول اعداد كبيرة من المتقدمين للامتحان سواء كان من القطاع العام ولا الخاص، وكذلك من داخل وخارج الدولة. جميل. الدول اللي ينتمي اليها المشاركون في امتحان العضوية من خلال هيئة الصحة؟ نعم، توسعنا الحمد لله في الفترة الأخيرة، بدنا نستقبل يعني اللي كان المشاركين للامتحان من 18 دولة تتضمن دول الخليج، دول العربية، دول أفريقية، بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كذلك. ما شاء الله. نعم. طيب كم مرة يتم عقد هذا الامتحان في السنة؟ احنا نعقد الامتحان بشكل نصف سنوي، يعني كل 6 شهور، فالآن تم عقد 20 دورة امتحانية تخرج منها الحمد لله بنجاح 377 طبيب وطبيبة حاصلين على عضوية الكلية الملكية خلال عقد من الزمان مثل ما ذكرنا، وهم كلهم يعملون في هيئة الصحة بدبي والإمارات الأخرى، كذلك دول مجلس التعاون الخليجي مثل ما ذكرنا منطقة الشرق الأوسط والدول الإقليمية. طيب الحين الدكتورة أنت تحدثتي عن تاريخ هذا الامتحان وتاريخ هذه العضوية وكذا. خلينا نتكلم عن أهمية هذا الامتحان للأطباء والمؤسسات الصحية بشكل عام. يعني ينعكس الامتحان صراحة بكل فخر شكل إيجابي كبير على الأطباء، سواء كانت في المؤسسات الصحية أو الأطباء نفسهم، وكذلك على صحة الأفراد والمجتمع، لأنه يعتمد على أعلى معايير جودة التدريب المعتمدة عالميا ما يأهلهم لتخريج أطباء وطبيبات على مستوى عالم الكفاءة، وبالتالي التحقهم بالقوة العاملة بقطاعات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية سواء مثل ما قلنا القطاعين العام والخاصة، وبالتالي هذه يؤدي لارتقاء مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع. وأحب أنوه أن هذا مؤكد عليه معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي أثناء تكريم الخريجين من الأطباء الحاصلين على العضوية الملكية ما ذكرت اللي هو كان يوم الأحد الماضي، حيث ذكر أن أعداد الكوادر الطبية وتأهيلها وفتح المجال أمامها لمواكبة حركة التحديث والتطوير وتمكينها من أداء مسؤولياته هي وفق أفضل الممارسات العالمية، وهذا بالضبط ما يواجه به دائما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو المنطلق الأساس الذي تتبناه هيئة الصحة بدبي لإحداث الطفرة النوعية المطلوبة في القطاع الصحي، وكذلك تعد أحد أهم الاتجاهات العالمية لتشكل استراتيجيات وخطط ومبادرات المؤسسات الصحية. جميل. دكتور أنت ذكرت كم عدد الخريجين من البرنامج منذ تأسيسه لحتى اليوم؟ 377. نعم. ومن جنسيات مختلفة؟ من جنسيات مختلفة، تقريبا من 18 دولة متقدمين للامتحان. يعني إذا تحب أذكر لك بشكل سريع الدول اللي أمريكا نعم إحنا ذكرنا إن دول الخليج ودول العربية وأفريقية وولايات المتحدة وبريطانيا. إذا تحب على وجه الخصوص ممكن نذكر لك الدول اللي هم يشاركون، يعني مصر، الهند، إيران وعراق، أردن، كينيا، السعودية، لبنان، باكستان، فلسطين، قطر، الصومال، السودان، سوريا، بريطانيا وأمريكا، اليمن، وكذلك نسبة كبيرة من الإمارات مثل ما ذكرنا. كم من نسبة من الإمارات تقريبا؟ نسبة جيدة؟ نعم تقريبا احنا نوصل ل 35% نسبة الإمارات، والباقي النسب كلها تتوزع على مستوى الدول الثانية. طيب أنت تحدثتي دائما عن المعايير والمعايير اللي دائما ما تركزين عليها في هذا الموضوع. صحيح. الآن أنا أبغي أسأل لماذا تم اختيار هيئة الصحة لعقد مثل هذه الامتحانات، وما هي المعايير اللي تم اعتمادها في هذا المجال وعطوكم الماكسيمم البريد اللاعب؟ إن شاء الله إن شاء الله بنحس بيكون عندنا بعد إعادة اعتماد الشهر الجاي هي في الدورة.
نحن خلال نهاية هذا الشهر نكون احنا خلصنا الفترة. أبوكم 10 سنوات يفكون أعمارهم. والله احنا حصلنا الحمد لله يعني هاي كانت تعكس الثقة يعني اللي كانت موجودة، بالتالي كانوا يعطونا على مدى هاي السنوات كلها السايكلز كلها 3 سنوات. المعايير هي كانت تعتمد على عدة معايير صراحة، الأهم أهم المعايير ممكن نذكرها على وجه يعني بساطة، يعني التزام هيئة صحة دبي متمثل بقطاع الرعاية الصحية الأولية وإدارة التعليم الطبي بالعملية التدريبية وتوفير احتياجاتها ودعمها، فهم حسوا وكانوا يلمسون فيها مدى الطاقم التدريبي الموجود، وكذلك تمكين القائمين من المشرفين والمدربين من خلال تسهيل حضورهم لأهم الدورات التدريبية وورش العمل، وكانت هذه كل الدورات تنتج عنها شهادات علمية معتمدة. كذلك توجد لجنة إشرافية متابعة أمور التدريب والتقييم بصورة مكثفة، وبعد اللي يعزز الاعتماد ارتباط المراكز الصحية بالهيئات العلمية يعني سواء كانت خارجية ولا داخلية، ومع ذلك يعني كانوا يقفون على تشوفون مدى جاهزية المراكز والطاقة الاستيعابية لأداء جميع مهام الرعاية الصحية الأولية من خدمات طبية في تخصصات عديدة. واحنا الحمد لله في هيئة الصحة بدبي نستقبل المرضى من جميع الجنسيات، وعندنا عدة تخصصات يعني حتى في الرعاية الصحية الأولية، عندنا بالإضافة إلى طب الأسرة عندنا رعاية الأمومة والطفولة، رعاية المسنين، الخدمات الوقائية، برامج التحصينات ورعاية الحوامل، خدمات الطوارئ كذلك. وبالتالي وجود هذه العيادات التخصصية بالإضافة إلى ما فوق التخصصين مثل طب العيون، أفذن حنجرة، وعيادة الأمراض الجلدية، هذه كلها كانت تساهم في زيادة عدد المرضى اللي تعرضها الطبيب، فبالتالي بيكون يعني هو على دراية كافية بجميع الحالات الصحية والمرضية لجميع الأعمار وكذلك للجنسين. بالإضافة لتوفر الكوادر البشرية من حيث العدد، المؤهلات يشمل الأطباء والممرضين الفنيين، وتوفر مستلزمات التعليم والتدريب. وأذكر يمكن أخيرا بالإضافة إلى يعني لما سبق، التزام الهيئة بتعزيز الامتياز والتفوق في الرعاية الصحية الأولية. جميل جميل. وجود فئة مشرفة من أطباء متخصصين متميزين في طب الأسرة، وهذا صراحة يعني قام من أشياء نفتخر فيها، إعداد وضع صياغة أسئلة الامتحانات من الكفاءات المواطن المعتمدة من الكلية الملكية البريطانية. أكيد مثل تشاروات دكتورة وديعة محمد استشاري طب الأسرة ومدير برنامج دبي التخصصي لطب الأسرة والمنسق العام لمجلس الكلية الملكية البريطانية، نحن شاكرين لك هذا التواجد ونتمناكم التوفيق. يعطيكم العافية، مشكور. إذن مستمعينا فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله منتكلم عن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي، العديد من الإنجازات والعديد من المواضيع التي سوف نطرحها في لقاء مع الدكتور جمال قسومة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. راشد وين بتصير؟ بصير اليوم المستشفى. ليش تصير المستشفى؟ تقدر تصير المركز الصحي، ترى أقرب لك ويوفر لك وقتك ويقدم خدمات صحة الأطفال وطب الأسرة والسكري ووايد من الخدمات الصحية الثانية، والمستشفى تقدر تخليه للحالات الطارئة. مشكورة يا لطيفة، الحين بصير مركز صحي. توفر هيئة الصحة بدبي مختلف الخدمات الصحية التخصصية عبر 13 مركزا للرعاية الصحية الأولية موزعا في إمارة دبي، كما تقدم خدمات الطوارئ والخدمات العلاجية على مدار الساعة في مركزي البرشا وند الحمر. الآن نحن أقرب إليك. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 800-342. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. مستمعينا قبل الفاصل وعدناكم لما نتحدث عن قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دبي، ويتواجد معنا حاليا في الاستوديو الدكتور جمال قسومة استشاري الأنف والأذن والحنجرة ورئيس وحدة زراعة القوقعة بمستشفى دبي. للتواصل معنا على الأرقام 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. دكتور حياك الله معانا. الله بحييك، سلامات، صباح الخير. طبعا أنا ما أبغي أخذ وايد وقت في التعريف بقسم الأنف والأذن والحنجرة، لأن هذا القسم من أشهر الأقسام على مستوى المنطقة حقيقة وليس مستوى دبي أو الإمارات، ولكن
خلنا ناخذ جولة سريعة عن الخدمات، وأيضا بتكلم عن الخدمات الجديدة اللي استحدثتوها في قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي من خلال زراعة القوقعة بالطرفين، وأيضا شو العمليات اللي سويتوها في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير للأخوة المستمعين. يتمتع قسم الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى دبي بتوفر جميع الخدمات والاختصاصات النوعية الدقيقة. تعرف اختصاص الأذن والحنجرة يقسم إلى جراحة الأذن، جراحة الأنف والرأس والعنق، وجراحة الأذن والحنجرة عند الأطفال. هالأربع اختصاصات متوفرة وتجرى كافة العمليات دون استثناء في هذا الاختصاص. كما أن القسم مجهز بأحدث الأجهزة، حتى حديثا جانا ليزر جديد لاستخدامه بالعمليات الدقيقة. فإذا زرع القوقعة خلال 3 سنوات خلال وجودي بمستشفى اشتغلنا 145 عملية زرع. ما شاء الله. الجديد بالموضوع أنه من شهر اشتغلنا عملية زرع بالطرفين في آن واحد بنفس الجلسة. وبكرة عنا العملية الثانية لطفل عمره 2. الفائدة أنه حيسمع فورا، عادة بيتركوا فترة 6 شهور. فكرنا طب ليش لنترك 6 شهور نخلي ما يسمع بها الإذن، خلي يستعمل إذنتين ما خسروا 6 شهور. فإذا بدأنا بإجراء العملية بالطرفين في نفس الوقت، والعملية استغرقت 2:20 فقط. ممتاز. ولا تعتبر مسافة طويلة. و الله يعمر الإمارات عم تجي الموافقة لكل المواطنين، الدولة تتكفل إجراء بالطرفين وتشتري جهاز بالطرفين. ممتاز. فالبدينة جديد، اشتغلت أول واحدة من شي شهر والثانية بكرة، وإن شاء الله سوف نعتمد هذه السياسة ليستفيد الطفل بأسرع وقت ممكن من الطرفين. طيب دكتور، أنا عندي سؤال الآن، هل هذه ممارسة موجودة أن العملية تتم في الطرفين عادة، أم أن هنالك يعني الممارسة العالمية المعتمدة أن هي طرف واحد؟ الممارسة العالمية حديثا صارت بالطرفين. بس تختلف بين مركز ومركز، انه مركز بيعملها وبيعمل اذن الثانية بعد 6 شهور، او تعملها تنتين مع بعض. انا اذا بتسألني رأيي الشخصي، انا ما يكون ابني بعمل الطرفين بنفس الوقت ليتم ايصال الاشارة السمعية للدماغ بالطرفين في نفس الوقت. طبعا بده يخضع لبرمجة، البرمجة شوي صعبة بعد العملية، وهي من اختصاص استشاري السمعيات. بس عنا بميزة مشفى دبي انه فريق متكامل، استشاري جراح اللي هو أنا، استشاري سمعيات، واستشاري تخاطب. فإذن هي هو الزرع هو فريق عمل، والفريق موجود ومتكامل في مشفى دبي. طيب دكتور، يعني العملية هذه كم تأخذ وقت تقريبا؟ كل طرف بياخد ساعة، أخذت معي 2:30 بينما التخدير، وبدك تدير الطرف وتغير أجهزة المراقبة العصب الوجهي، أخذت 2:20 بالتحديد. طيب في عندكم عمليات السماعة العظمية؟ أجرينا 5 عمليات زرع سماعة عظمية، كانت لأول مرة تجرى في الدولة لإلى استطبابات معينة. يعني المريض اللي ولد وما عنده صيوان إذن أو الإذن الخارجية مسكرة، كانوا من زمان يجروا عمليات تصنيع، نسبة نجاحها معدومة جدا وبتتحول لالتهابات بكل المراكز العالمية. ما عاد جربوا يفتحوا المجرى، بيزرعوا سماعة عظمية وإلى إلى مثل جهاز خارجي بيوضع تحت الشعر وبالتالي ما بيبين. أو إذا المريض عنده نقص سمع وعنده السماعة العادية عم تسبب له التهابات شديدة ما عم يقدر يحطها، فإذا بنستمع السماعة العظمية، أو خاضع لعمليات سابقة عنده انثقابات أو عمل عملية تسويس العظم، ما فيك تحط له سماعة، تزرع السماعة بعظمة الجمجمة وتوصله أصوات فورا للإذن الداخلية، وبالتالي بيستعيد سمعه بدون إزعاجات السماعة يلي عم تسبب له التهابات. جميل. نحن أرقام التواصل معنا مستمعينا 600551414، أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. دكتور، في بداية الحديث أنت قلت أن يبتو جهاز ليزر جديد في مجال الأنف والأذن والحنجرة، أعطنا فكرة عن هذا الجهاز واستخداماته. الجهاز الليزر معظم استعمالاته في آفات الحنجرة والشخير. بأفات الحنجرة يعني في إن كان أورام سليمة أو أورام خبيثة، يعني ممكن تعمل أي عملية فيه وتستغني عن الجراحة التقليدية. طبعا مو كل شيء بصير بالليزر. بيجي مريض مثلا بيقول لك أنا اللوزات عايز أعملها بالليزر، لا لا لا، اللوزات الطريقة التقليدية ما زالت من أفضل الطرق، لا الليزر ولا أي شيء تاني، لأنه فيه ألم أقل. تعرف الليزر حرارته عالية. صحيح.
بينما تحت المجهر استصار أورام الحنجرة سواء الحميدة أو الخبيثة بدقة أكبر تجرى بالليزر، وهذا الليزر متوفر بأحدث، يعني هو تقريبا من أحدث الليزرات بالعالم يعتبر هذا الجهاز، موجود حاليا بمشفى دبي ولخدمة الأخوة المواطنين. جميل. يقول صباح الخير أحد المستمعين، بخصوص الأحبال الصوتية، وش عبالي يتكلم عن أحبالي أنا يقول بخصوص الأحبال الصوتية، ما في علاج في الإمارات كافة؟ لا هلا يعني من ثاني حكينا بجوز ما سمع لي. لا يوجد علاج، تعتبر حسب التشخيص. حسب التشخيص. هلا عندنا قسم الفونياتريك بمشفى دبي اللي هو قسم الصوتيات، في استشاري صوتيات، حتى عندنا جهاز اسمه ستروبوسكوبي بيصور حركة الحبال الصوتية بالحركة البطيئة. فإذا موجودة الخدمة، يتعرف الحبال كان يظنوا أنه اهتزاز، هي مهتزاز، هي موجة، موجة الغشاء المخاطي بيعمل موجة. أوكي. فينا بالجهاز اللي موجود بمشفى دبي نصور حركة الحبال الصوتية بالحركة البطيئة، نشوف وين المشكلة. هي عقدة اللي بتصير عند المغنين، عند المذيعين، عند الأساتذة، أو أوقات نتيجة التدخين بصير ورم بالحبل الصوتي، مثل أي حرق بصير تلاقي مليان سوائل، بجوز بده عملية. فإذا عندنا إمكانيات بمشفى دبي لإجراء كل عمليات الحنجرة، بس قبل العملية منصور والصورة موجودة فيديو على الشاشة، والمريض منورجيه شو المشكلة الموجودة عنده، منورجيه قبل وبعد العملية. إذا بنشرح للمريض شو المشكلة وشو الإجراء اللي حنساوي، وبعد شهر من العملية منصور منورجيه شو العملية اللي ساوينا له إياها. طيب دكتور، حين إذا واحد ما في شيء يبغي يشوف بس حبال الصوتية، موجود عنا بيقدر يجي ونعمل له تنظير حنجرة وبالتالي يطمن على حنجرته. ممكن يصير مطرب عقب؟ لا، هي المطرب منحة من الله، بيقول لك الصوت يخلق، الصوت يخلق، هي نعمة من رب العالمين ولا يطور، يعني ممكن تدربه أنت بس الصوت يخلق مع الإنسان. سمعت فيصل، الصوت يخلق مع الإنسان، الصوت الحلو ولا السيء، لذلك ما فيك تعمل مطرب، ما تقدر تغيره، يعني هاي من رب العالمين، منحة، هدية من رب العالمين. حين اسمع عادة يقولون إذا في بحة في الصوت أنا أقدر أغيرها شيء؟ البحة على هو السبب، في كتير أسباب للبحة. هلأ إساءة استعمال الصوت ما حكينا بتعمل العقيدات، هاي العقيدات بالبداية مو علاج جراحي، بالبداية معالجة صوتية، عدم إساءة استعمال الصوت. مثلي أنا يعني البارحة في المباراة أسأت استعمال صوتي. استعمال صوتك على فترة طويلة بيعمل هاي بداية العقيدات، بالبداية العلاج هو معالجة صوتية. أهم شيء ما نطلع طبقة مو طبقتنا، يعني وما تحكي جملة طويلة على نفس واحد، هي كتير مهم، يعني ليك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، بينما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، شفت ال 11 الأولانية ايش فرقت عن الثانية؟ ما نحكي جملة طويلة بنفس واحد، وهذه من قواعد التقديم، يعني نحن حتى في الإذاعة في التلفزيون التنفس، التنفس كيف تتحكم فيه وأيضا كيف تقطع الكلام بالوقت المناسب. طيب دكتور، نرجع لزراعة القوقعة. زراعة القوقعة يا ترى في لها مخاطر هذه العملية؟ طبعا ما في عملية ما في إلى أثار جانبية أو مضاعفات أو مخاطر. هلأ في دراسة بجامعة هانوفر على أول 400 عملية سووها، لقوا أنه عندهم نسبة الالتهاب كانت 1.4%، يعني من 400 كان عندهم شيء 8 مرضى، ونسبة إصابة العصب الوجهي، نحن بنمر فوق العصب الوجهي، نسبة إصابة العصب الوجهي كانت 1.2 اللي هو بصير ضعف بالعصب الوجهي انه مر فيه تماما. الى الان 145 عملية، هي صفر، ولا صار اي مضاعفات عندنا. فاذا هلا عم جهز دراسة عن موقع عمليات الزرع، بدي اقدمها بمؤتمر الجمعية الاماراتية لطب الاذن والحنجرة، بده يصير بشهر 1، مؤتمر عالمي بيجي خبراء من كل الناس من كل العالم، لورجيهم ان نسبة الاختلاطات عنا صفر. طيب دكتور، أنا الحين في القادم خلني بضرب أمثلة معينة أنتوا سويتوها في الفترة الماضية في مستشفى دبي، هنالك بعض الحالات اللي تم علاجها تقريبا أو تم محاولة علاجها خارج الدولة وفشلت، ويت عندنا هني في مستشفى دبي وحققتوا نجاح فيها.
صحيح هذا الكلام. المواطن علي سلطان طبعا هو حكى بالتحدث لجريدة البيان من شي شهرين وما عنده معنى ينحكى اسمه، بس حكى قصته كاملة. أجرى خمس عمليات في أحد الدول الأوروبية، والمركز يعتبر المراكز الراقية، انتهت بالفشل والانسداد التام بالقصبة الهوائية. المشكلة مو هون، المشكلة إنه بنهايتها قالوا له ما عاد فينا نعمل لك شيء، رجع لبلدك. السرير اللي نايم عليه بدنا إياه بكرة، في مريض تاني بده يجي. طردوه تقريبا، فيك تقول طردوه. إجا، كنت أنا بادي جديد بمشفى دبي، شفت الحالة، الإدارة عرفانين قصته كله، بعتوا لي إياه، عملت له عملية توسيع القصبة الهوائية باستعمال غضاريف. هلا آخر تقرير جايبه من الدولة اللي عمل فيها العملية، قال أخذوا من القفص الصدري اليسار غضروف وزرعوه بالحنجرة. قلت باخذ من اليمين، عمره 55 سنة، طلع متكلس، فإذا لم يأخذوا من اليسار. وفتحت الرقبة لشوف شو المشكلة، ما في غضروف مزروع. فإذا العملية اللي كانت آخر عملية اللي حكوا عنها مكلفة الدولة مئات الآلاف إذا لم يكن الملايين، فيك يعني، عملية ما لها مزبوطة، مو يعني، فإذا تزوير، في تزوير بالقضية. لذلك اضطريت أخذ له من صيوان الإذن. بس مشكلة سيوان إذن مو مثل خصائص القفص الصدري، بيكون طري شوي. هاي. بس كان أمله بالحياة إنه يحكي، إنه يشم، ما كان عم يشم، ما كان يحكي نهائيا. هلا علي عم ياكل، عم يعني عم بيتكلم بشكل عادي، بيشم بشكل عادي. اختلفت نوعية حياته تماما، كان عنده حالة يأس. هلا بتلاقي بيجي مبتسم مستبشر، والخطة إنه نأمله الفتحة اللي بالرقبة إن شاء الله. أي دكتور، يعني أنا المسألة إن الجماعة يعني خاصة في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، يعني أنا استغرب إذا حد يبغي يروح يسافر برا وهذا العلاج موجود عندنا وعلى أعلى المستويات وأعلى الدكاترة وأفضل الأجهزة. فما أدري ليش الواحد يحط في باله لا أن برا أفضل. يعني الله يديم الإمارات وخير الإمارات. آمين يا رب. الدولة عندكم، أو أنا بعتبر حالي منكم، عندنا جهزت المشافي بأحسن الأجهزة واستقدمت أفضل الخبرات. أنت دكتور كنت في بريطانيا قبل؟ كنت ببريطانيا، بعدين رحت على سوريا، بعدين جيت لأمنا. ظلت 10 سنين ببريطانيا. كان الناس يطلعوا لعنا لهنيك، طب أنت دولتك جابت لك الخبرات لعندك، وتعامل معاملة معاملة رائعة جدا بوطنك. إذا ليش لا تطلع؟ إذا الخدمة موجودة ببلدك، أنا أنصح الأخوة أنه لا تسافر، لأنه عمليا مثل قصة علي، وكذا قصة وكذا قصة شفتها، كذا قصة كذا قضية دكتور حتى تكلمنا عنها في هذا المجال. فعشان شي نحن يعني ننصح دائما بأن إذا العلاج متوفر عندك في الإمارات لا تسافر، بالإضافة للظروف الاجتماعية. أنت عمليا بدي يطلع 2-3 مع المريض، أول شيء هتكلف الدولة من غير داعي، 2 اجتماعيا أنت تركت بيتك وولادك. إذا الخدمة موجودة هون وبأعلى مستوى، وبتعرف المشافي الدولة كلها في معايرة لنوعية الخدمات المقدمة، وكلها أصلا حاصلة على الاعتمادات، كلها ناخذين اعتمادية جودي جي سي آي. هلا جاي جي سي آي بآخر السنة، وما عم تختلف يعني، نحن ما عم نعمل والله نحضر حالنا للجي سي آي للتفتيش، لا لا لا، نفس الخطة ماشيين عليها، نوعية الخدمة لم تختلف بالضبط. نهائيا بالضبط. أنا ما أبغى أطلع برا على الموضوع، موضوعنا اليوم دكتور، بس إن كانت هذه يعني بعض الأشياء اللي تمر في البال وأنا أسمع هذه القصص. مستمع تقول بنتي عمرها 3 سنوات محتاجة عملية إزالة اللحمية لأنها تختنق أثناء النوم بطريقة شديدة، وهل العمليات التقليدية أفضل أم طريقة الليزر؟ سؤال كتير حلو اللي حكينا فيه من شوي. موضوع إزالة اللحمية، في عندك انسداد، توقف التنفس الانسدادي، اللي هو غالبا ضخامة الناميات اللحميات وضخامة اللوز. يجب إجراء العملية. إحنا عندنا أوقات قائمة الانتظار شوي طويلة، هدول اللي عندهم انسداد تنفس نعمله خلال 2-3 أسابيع، لأنه ممكن تأذي القلب، ممكن تعمل ارتفاع توتر الشريان الرئوي، وتالي طفلة عمرها 3 سنوات تقول هي ايه ضروري يراجع مستشفى دبي، ممكن خلال 2-3 أسابيع من العملية. هلا السؤال على الليزر، مثل ما حكينا الليزر له استطبابات معينة. الليزر حرارته عالية كتير، كتير مراكز بدو يعملوا استئصال اللوز بالليزر، بعدين لقوا المريض عم يشكي من ألم شديد بعد العملية. لذلك أجرينا، يعني أنا بالنسبة خلال وجودي بريطانيا جيت بالليزر، أجرينا بالمخفر الكهربائي، بعدين رجعت للطريقة التقليدية، لأنه أنت بدك تراقب المرضى.
مو بس عمليه، انت عملت عمليه طبعا اسرع كثير بالليزر ولا بالمخفر، بس المريض بيشكي من الم شديد لاسبوعين لثلاث اسابيع. وبالتالي اذا توجع ممكن ما ياكل، واذا ما اكل بصير التهاب محل مكان العمليه وبالتالي صحيح. نزف. لقوا بالدراسه ببريطانيا انه عم تزيد نسبه النزف بعد العمليه من استعمال المخفر او الليزر. كل العالم رجعت للطريقه التقليديه اللي هي التسليخ الطبيعي. العمليه الناميات طبعا مو بالليزر، بتصير بالتجريف العادي. خليه راجع مشفى دبي. توقف تنفس مشكله كتير كبيره، ممكن لا سمح الله تؤذي القلب، يجب تداخل باكرا ما امكن. جميل. في رسالة الدكتور تتكلم عن التأمين الصحي. التأمين الصحي إن شاء الله ما نطرح هذا الموضوع بعد إجازة العيد مع الدكتور حيدر، إن شاء الله بيكون موجود معنا. دكتور، أتذكر في حالة طفلة والله ما أتذكر اسمها، كانت كنا استضفنا والدتها من عندنا في البرنامج، كانت تتحدث هذه الحالة عن مشكلة في السمع وراحت عالجت البنت في أمريكا أعتقد، في عدد من الدول. زرع الحلزون بجذع الدماغ بالضبط بأمريكا الأولى، ما بتصير صارت هون. طبعا استعنا بهاي بدها جراحة عصبية، يعني اللي بيحط القوقعة الاصطناعية بجذع الدماغ جراحة عصبية، استعنا بجراحة عصبية تركي ساعدنا بهذا المجال. رجع سمعات، بدأت تسمع منيح، صرنا عاملين عمليتين من هدول. وبعتقد يعني تاني دولة بالمنطقة بتصير فيها العملية، يمكن عملوا عملية بالسعودية قبل بسنة، الإمارات الثانية بالمنطقة كلها بتجرى فيها العمليات هاي. جميل. السلام عليكم ولدي محمود، ممكن أسير عند الدكتور الغالي؟ تعبانة من أذني وايد وما أعرف شو أسوي، والمواعيد بعيدة عندهم في مستشفى دبي، وجزاكم الله خير. فاطمة أم راشد. دكتور هلا المواعيد شوي بعيده، بس حدا مضطر ممكن يراجع الطوارئ دغري يحولوه للعياده على طول. اذا اي حدا مضطر وشاعر انه عنده وجع شديد، عنده مشكله كتير كبيره، بيروح الطوارئ اثناء النهار. نحن عندنا عياده يوميا من الساعه 7:30 ل 2:30. اذا مضطره ممكن نشوفه فورا ان شاء الله. انا بسجل عندك، بسجل عندي رقمك يا ام راشد، وان شاء الله بنعطي الدكتور، و إذا في أي شيء ممكن يقول لك عليه بيقول لك تعالي الطوارئ على طول وما بيقصر. أنا دوري يوم الاثنين يمشى دبي، عيادتي من 7:30 ل 2:30 بيوم الاثنين، بقية الأيام كون بالعمليات. ممتاز. دكتور، يعني كلمة في نهاية هذا اللقاء، وأيضا نحن بتكون لنا إن شاء الله مقابلات جاية في القادمة الأيام إن شاء الله. حابب أوجه رسالة. البنية التحتية في دولة الإمارات أدام الله الأمن والأمان عليها والازدهار، آمين يا رب، موجودة من حيث المشافي الراقية ومن حيث الخبرات الراقية العالية التي تستقدم من كافة أنحاء العالم. أنا برأيي لا يوجد داعي نهائيا، أنا بحكي عن اختصاصي ما بعرف بقية الاختصاصات، ناحية الأذن والأنف والحنجرة، لا يوجد داعي نهائيا للسفر. حط يعني في نوعية الخدمة نفس المراكز الأوروبية، الخدمة التمريضية عالية، المشافي نظيفة جدا، الخدمة الفندقية عالية جدا. فإذا لا يوجد داعي للسفر، وبالتالي تغير كل ظروف العائلة لعملية صارت روتينية، مهما كبرت العملية صارت روتينية في دولة الإمارات الحبيبة. جميل دكتور. وأيضا إضافة على كلامك، كذلك حتى للأطفال اللي بيسووا مثل عمليات الخاصة بالسمع، أفضل لهم هني في الإمارات لأن بيتعلمون لغتك. هذا كلام كثير، إنه عمليا عم يطلع، فرضا كان يعمل عملية، هذا التأهيل كيف بدك تعمله؟ أهله إنجليزي، طب ما حدا بالبيت بيحكي إنجليزي، أهله بلغته الأم. فإذا حتى من ضمن الباكج اللغة تطلع ألماني ولا فرنسي. تعال حين تعرف بعد العملية نحن يعني تقريبا شبه إلزام المريض نعمل 50 جلسة تدريب عنا بالمستشفى لنسلمه بر الأمانة. بنفس الوقت مندرب الطفل أو من أهل الطفل، ومندرب الأهل كيف يساعدونا بالتأهيل ونوصله لبر الأمان. ممتاز. إذن دكتور جمال قسومة، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، رئيس وحدة زراعة القوقعة في مستشفى دبي، شاكري لك هذا التواجد ونتمنى لكم التوفيق دائما. شكرا لك، أتمنى الازدهار لبرنامجك الناجح والشعبي جدا، الناس بتتابعه بشكل دائم. الله يسلمك. إذن مستمعين، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. سامحوني أنا
يعني بعد على الصوت مرة ثانية إن شاء الله لين باكر الصوت شوي يتحسن. نشوف الدكتور حين شو بينصحنا بعد كذلك حق الصوت. لكن عموما أتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد ونقولكم هارد لك على خسارة المنتخب والقادم أجمل إن شاء الله. وهذه يعني تحيات مخرجتنا ميثة بن بيات، جزاك الله خير على الماي ما قصرتي زين، وعنا فيصل بن فارس في التنسيق، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد تقبلوا تحياتي ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.